بتشوفي مسلسل اب الروحي؟ متابعاه. لا صراحة ما كنتش بتابعه، بس كذا حد كلمني عنه، بعدين لقيته انتشر قوي فحبيت اشوفه، وكانت اول مره اشوفه امبارح. جامد جدا على فكره، تحفه، حلو قوي. لحد ما هو حلو، بس اللي حصل امبارح ده مش كويس خالص. لا هو بص، هو انا مش هقول ايه رايي في مسلسل ابو الروحي، بس عايز اوجه حاجه تانية. تمام، يعني اللي هو ازاي موت زكريا العطار، يعني انا مش فاهم هو كان بيفكر ازاي لما عمل الموضوع ده. طب ودور احمد فلوكس اللي هو زكريا العطار؟ لا عظيم عظيم. ماشي، عايز تقول ايه؟ عايز اقول المخرج لو احمد فلوكس مات، يعني انا هزعل فشخ. هتعمل ايه يعني؟ هزعله. قتلوا زكريا، المسلسل باظ، انا مش هتفرج على المسلسل تاني. يعني متابعاه كده في الخفيف، بس لما احمد فلوكس مات طبعا اتصدمت. يعني زكريا لما مات امبارح، فالواحد مش حاسس المسلسل ممكن يكمل ازاي من غير احمد فلوكس، يعني فهو ليه دور كبير في المسلسل. يا اما بقى يطلعوه عايش وزكريا يصحى، يا اما مش هتفرج على المسلسل تاني. انا بحب احمد فلوكس جدا، فاللي هو انا اتاثرت كاني متابعه المسلسل من الاول. عرفت ان الهاشتاج بتاع زكريا مات، في هاشتاج معمول زكريا مات. انا لسه ما شفتش حلقه امبارح، بس سمعت وهقول لك ان انا لما سمعت مش طايق اشوف الحلقه. طب تحب تقول زكريا العطار ايه؟ ارجوك ما تموتش، ارجوك ما تموتش، وخلص الكلام. دلوقتي احنا نزلنا الشارع وخدنا رد فعل الجمهور في اداء حضرتك، وطبعا المسلسل مكسر الدنيا، فانا عايز حضرتك دلوقتي ترد لي على الجمهور ده. انا بشكركم جدا، و انا اول مره اشوف راي الناس فيا كده لايف، يعني اول مره. ده حصل النهارده الصبح، واول مره في حياتي يعني. ف يعني على قد ما انا مبسوط جدا جدا، على قد برضو ما انا ايه شويه، لان هو مسلسل كل ناس كتير تعبت فيه.